الجمعية ديال مجموعة البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب اللي شرت لها قبل قليل أستاذ عنكوري. سي سعيد. نعم، دونك الجمعية الاسم ديالها مجموعة البحث من أجل حماية الطيور المغرب اختصارا بالزينيسيال باللغة الفرنسية غريبوم. هي جمعية تأسست منذ 3 ماي 1993 من طرف مجموعة من الأساتذة الباحثين في مجال البيئة وعلم الطيور الأورنيتولوجي. يعني تشتغل في الميدان منذ 25 سنة. نحن الآن ربع قرن في خدمة البيئة والطيور. لماذا اختارت الطيور؟ لأن الطيور هم عنصر أساسي ومتحرك ديناميك داخل المنظومات البيئية، وأيضا هو يعتبر كبيو انديكاتور مؤشر على سلامة الأوساط الطبيعية والأنظمة البيئية. وكذلك بما أن الطائر هو طائر مهاجر ما بين النصف الشمالي الكرة الأرضية والجنوبي طيلة السنة، وبالتالي فهو يؤشر أيضا على العلاقة ما بين الحاملات البيئية الدولية. الجمعية تشتغل مع شركاء وطنيين كتربط معهم شراكات، على سبيل الذكر ليس الحصر وزارة التربية الوطنية اللي عندنا معها قريبا كما قال الأستاذ عنكوري واحد الشراكة، وزارة البيئة، المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الجماعات المحلية عبر ربوع المملكة. أيضا عندنا شركاء دوليون كنتيو معهم يعني داخل شبكات متوسطية أو عالمية، على سبيل الذكر سيو بيرد لايف جمعية إسبانيا، جمعية البريطانية ار اس بي بي، والجمعية الهولندية في بي ان، التي يعني نتقاسم معها ونتشارك يعني في عدة مواضيع تهم الطيور. عمل ديال الجمعية ديالنا نقدر نلخصه فقط لأن ضيق الوقت ثلاثة المحاور. عندنا محور توعوي تحسيسي، وعندنا محور علمي لانها مجموعه البحث يعني البحث العلمي، وعندنا يعني تنموي الى غير ذلك. بالنسبه للدور التوعوي، فعلى سبيل بعض الانشطه التي تقوم بها الجمعيه، فهي تنظم الايام الدوليه للطيور المائيه والمناطق الرطبه كل سنتين. نحن الان اظن قربنا النسخه العاشره، كل سنتين كنكونوا في مدينه من مدن المغرب بشراكه مع جامعات يعني كليات العلوم، ننظم يعني ايام علميه تشارك فيها مختلف الخبرات الدوليه. ننظم ندوات وايام تحسيسيه باهميه البيئه. على سبيل المثال هذا الاسبوع سيتم تنظيم ايام دراسيه بمناسبه ذكرى 25 لتاسيس الجمعيه واكتسابها صفه شريك اساسي لمجموعه بير لايف الدوليه. ستنظم ايام دراسيه في كل من المعهد العلمي بالرباط وشارع ابو بكر الصديق باكدال، حيث غتكون عندنا اروقه ديستونت لنشر ثقافه الحفاظ على البيئه لدى العموم ما بين 14 نوفمبر و 17 نوفمبر، بشراكه مع مجموعه من الشركاء منها الجماعه المحليه القنيطره الرباط عفوا، منها المندوبيه الساميه للمياه والغابات، قطاع البيئه، وزاره التعليم الى غير ذلك. وسنقدم شروحات للزائرين في عين مكان مؤطره من طرف متخصصين في مجال التربيه البيئيه مستعملين احدث التقنيات في مجال التواصل والتحسيس من ملصقات، معارض صور، تقنيات السمع البصري. ايضا من اهم المشاريع اللي كتقوم بها الجمعيه هي انشاء مراكز للتوعيه البيئيه. على سبيل المثال مركز الاعلام البيئي بالوالديه الذي يستقبل الاف التلاميذ سنويا من اجل تمرير ثقافه علميه وتربويه للناشئه. بالنسبه للدور العلمي، هذا الاختيار ديال الوالديه واش عنده شي دلاله؟ فقط حنا كنبحثوا على فين ما لقينا شي دعم من شي جماعه كنلقاو يعني الادرع مفتوحه، حنا موجودين. ونحاول ان شاء الله في المستقبل غنهضروا عليها ربما في المحور المقبل استراتيجيه الجمعيه في المستقبل انها تفتح يعني مراكز اخرى. حاليا كنفكروا في بير الحمر هنا في الرباط مركز لمساعدة الطيور الجارحة، كنفكروا في القنيطرة في فوارات في مركز للتوعية والإعلام حول المناطق الرطبة المهددة يعني للعمران إلى غير ذلك. بالنسبة للدور العلمي، هناك مشاركة في صياغة القرارات السياسية التنموية المحلية والوطنية عبر يعني تقديم تقارير علمية سنوية مختصة